الهدف من مؤتمر الصحفي اليوم؟ والله الهدف منه إجلاء دور المرأة العربية ومدى تأثيرها في إن هي تضع الكثير من العناوين والأمور اللي هي تقدر من خلالها إن هي توضح دورها سواء على المستوى المحلي أو الدولي، وده عن طريق وضع استراتيجية خاصة بالتنمية المستدامة، وإن هي توضح قد إيه إن تأثير أو دور المرأة ليس فقط في تأثيرها في خلال المجتمع المحلي، ولكن إن هو دور واضح جدا على المستوى الدولي وبالنسبة للمرأة العربية أو المصرية. فطبعا احنا بنحاول نوضح ده ونظهره من خلال المؤتمر، سيما وان المرأة اظهرت في الفترة الاخيرة قدرتها على انها تدخل في الكثير من المجالات سواء كانت السياسية او اكثر من مجال اخر، ومدى ان هي يكون لها تأثير فعال يضاهي دور الرجل واحيانا بيفوقه، لان طبعا احنا عدد المرأة اصبح ازيد واصبح عندها قدرة اكثر بثقافتها وعلمها ان هي يكون لها تأثير داخل الاسرة وكمان خارجه من خلال المجتمع ومن خلال المشاركة في كثير من الانشطة والمجالات. فطبعا احنا بنحاول ان احنا نظهر ده من خلال المؤتمر ده، وبنحاول ان هو يكون له فعاليات وتأثير ان هو يكون له صدى ان شاء الله سواء على المستوى مصر او على المستوى الدولي. فده ما احنا نأمله. طبعا زي ما احنا في الفترة الأخيرة لاحظنا فعلا ان الكثير من سواء الثورات او التغيرات السياسية كان المرأة دور كبير جدا ومشاركة فعالة ومؤثرة للغاية.